زي ما مصر يعني انجبت قراء هزوا العالم وكونوا لنا دولة التلاوة، في قراءات برضو سواء قديما الشيخة كريمة العبدلية او غيرها من القراء، وحتى حديثا يعني قارئة ظهرت فترة مع الشيخ احمد مصطفى، كنا بنتكلم مع حضرتك قبل اللقاء عن الموضوع ده، الشيخة او القارئة سمية الديب، بعد كده اعتزلت الظروف، بعد كده صعدت مراحل نسائية اخرى منها الزهراء لايق حلمي، ويعني تم تكريمها وقرأت امام رئيس الجمهورية. في موضوع ان الافتة اباحت، وده ما كانش موجود قديما، قراءة المرأة في المحافل، واصبح الموضوع ده ما. فشايف حضرتك المواهب النسائية ازاي نستثمرها مثلا، او الاصوات اللي بتنبض دي مثلا، خاصة بعد ما الافتة اباحت ان هي تقرأ امام الرجال يعني، فشايف حضرتك المواهب اللي بتظهر زي الزهراء وغيرها من القارئات يعني، اللي ابهروا العالم مش مصر بس بصوتهم وحفظهم واتقانهم للقرآن، شايف المواهب ازاي؟ هو لا مانع البنت تقرأ قرآن يعني إلى سن ما، لكن أظن من بعد ما تتزوج فهي تربيتها لأولادها، لكن هو مش معقول هيكون قارئة وتقرأ وتضع في المحافل عشان الناس مثلا يروحوا يسمعوها مثلا قرآن له قدسيته. وإذا كانت الإفتاء أصدرت هذا فهذا يرجع ده المسؤولية لها وعليها. ونحن أما إن كان لا مانع البنت تقرأ وتحسن من صوتها وتقرأ لأمثالها من البنات وتتعلم كي تعلم أبنائها فيما بعد، وحتى بقى يعني ليه تأثير برضه يعني. إحنا كان زادنا في إندونيسيا لقينا هناك وجدنا قراءات ما شاء الله يعني، وكان ابن الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي وأصوات رائعة، حتى هم متزوجات بس وقفوا هناك والمجتمع عندهم متقبل الموضوع. أنا ممكن مثلا نسمع ان الزهراء مثلا بقت عضو نقابه او تقرا في الاذاعه مثلا، ما هو عضو نقابه؟ مثلا يعني ممكن نسمع حاجه زي كده يعني؟ ممكن نسمع حاجه زي كده في المستقبل. متشرف بس نقابه يعني هتبقى في ما بعد يعني، وما بعد يعني زي ده اللي يتزوجها هيسمح لها انها تطلع. لا انا قصدي معتمده مثلا او معتمده في الاذاعه كاعتماد، ماشي كاعتماد، اعتماد شرفي ده شيء كويس، واللي هي يعني انها تقرا ما شاء الله صوتها جميل حلو هتاثر بيه المجتمع لا مانع. نعم لا مانع يعني هيتاثر بيه على الاقل، والفتيات اللي بنسميها وتكون قدوه للفتيات والبنات وهكذا يعني. فده احنا ما بنحجبش ولا بنحجب ان احنا اللي هم ما يقراوش يقراوا وكل حاجه، لكن عشان الموضوع هيتصاعد لاقصى من ذلك ما ظنش، ما ظنش يعني بسبب ظروف معينه او في هي حتى سمية الديب الان يعني حتى الكثير يسال عنها. نعم لفت بعد نجاح كبير كان لها ظهور براق في يعني من 10 سنين تقريبا او حاجه كده. نعم والان تقريبا الذي تزوج طبعا من حقه زوجته. سمعت المولانا ان هي بتقرا في محافل النساء فقط بشروط خاصه في يعني في مواعيد معينه. لربنا لربنا الله اعلم، انا ما عندي يعني درايه باي شيء.